سي ممكن الكور اللي ضيعتهم بريمير ميتون هما اللي خلوا السيسي استعاد اليوم. صحيح اكزاكتومون كما قلت انت الكور اللي ضيعناهم بريمير ميتون نقطة الماتش من اول ميتون يعني نقطة بعد اون جير مالوغوزمون ما صارش هذا الكل عملنا ماتش محترم برشا اليوم فماش علاش نطبسوا ريوسنا كانوا نخدموا على روحنا عن تخي بون ايكيب ان شاء الله نكملوا جاي خير عن ماتش كونتر الاول نحضروا بالقدر باش ان شاء الله الراتش نربحوا ان شاء الله لون تبدو الماتش كانت باهيه ماركينا هدف معناها دوب ما بدينا الماتش ما نعرفش دقيقه قداش مي بون معناها ما عرفناش كيفاش نحافظوا عليه ونزيدوا نماركيو الفرص اللي جاونا يلزمنا مره جايه لازمنا نعرفوا كيفاش نقتلوا اللقاءات كي تجيك فرصه واثنين يلزمك تماركيهم باش تبدا تلعب مرتاح سورتو كونتر ايكيب معناها ما عندها ما تخسر تجيك لهوني تسكر لك وتكنتر لك مره جايه يلزمك تحاول كي تماركي بونتو يلزمك تزيد الثاني باش تكمل الماتش مرتاح سورتو اللي عندك اللي قامهم يسنى فيك الجمعه الجايه كما تعرف ميتو الاول كنا نجم نماركيو اكثر من بونتو الحقيقه ماركينا بونت ومن بعد جات فرص ضيعناهم جات البيلانتي نتاع ماركا الحقيقه وكما تعرف جماعه هذوما جايين لصفاقس اكيد على نقطه معناها طاحوا بلوك الحقيقه بلوك ياسر طايح ممكن احنا الغلطه اللي غلطناها اللي طحنا في لعبهم اللي تطوي الكوره مي هذا ما يعنيش اللي خلقنا فرص الحقيقه مي كما تعرف الماتشات هذوما معناها الحقيقه يلزم من نص فرصه تماركاها ما نمشي نقول لك لازم نتعلموا منهم واكيد يظهر لي الحاجه الباهيه اللي ثم اداء. اي المشاهد معناتها واضح التسيم فرص معناتها خلقنا بزيد فرص والتسيم ما حصلش وتثبت معناتها بعد مقابله نجم الساحلي سالتني على مقابله ترجي الرياضي حذرتك قلت لك راهو المقابله مستقبل جيب ساهم كنا احنا كاطار فني واعيين المقابله باش تعدى صعيبه والتحضير نتاع اسبوع كامل نبهنا اللاعبين باش يكونوا معناتها كونسونتري اكثر باش يجيونا دي زوكازيون ويلزم نجسموهم ونعرفوا معناتها المنافس كنا متوقعين المنافس معناتها باش يقعد التالي ماهوش باش يطلع نجحنا معناتها ثم دي بوان بوزيتيف نجحنا في لون تام دو ماتش ماركينا 3 مينوت دو جو خلقنا برشا فرص بعدها على خطا دفاعي صارت لنا معناتها ديزيكيليبر تحصلوا عليه ضربه جزاء قبلنا معناتها الهدف هذا بعد جاونا فرص اخرين ما جسمناش معناتها ان شاء الله نبنيو عليه الماتش نيول هذا معناتها باش نحضروا به ان شاء الله مقابله جيده للترجي التونسي ما عندناش علاش نخرجوا اليوم عملنا كل شيء جوست يلزمنا نحاولوا نماركيو معناها لي زوكازيون جاونا برشا اوكازيونات ماركينا واحده كاو اليوم نحاولوا جمعه جايه باذن الله نماركيو ما نقبلوش باذن الله باش نعملوا لقاء كبير كونتر الترجي التونسي وننتصروا ان شاء الله.